بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فيذكر هنا ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، تحذير من الله تبارك وتعالى للناس أن يقيموا على الكفر والمعاصي، فقد اقترب ذلك الوقت الذي يخرج فيه يأجوج ومأجوج. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين الإمام والتي تليها. قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بين الإمام والتي تليها. أي هذا شر يخرج على الناس كما قالوا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدب ينسلون. أعداد كثيرة جدا وفيرة، ولا يدل أحد لقتالهم، يعني لا تستطيع أي قوة أرضية أن تواجه يأجوج ومأجوج. وكما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن عيسى ابن مريم عليه السلام: لما ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل، فعند ذلك حيقتل الخنزير ويكسر الصليب ووضع الجزية، وكذلك يقتل المسيح الدجال. ويخرج ربنا سبحانه وتعالى في ذلك التوقيت يأجوج ومأجوج، وأن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أنه قد أخرج عبادا له، لا يدل أحد لقتالهم، أي لا تستطيع أي قوة أن تواجه يأجوج ومأجوج من كثرة عدد هؤلاء القوم. عدد من كثرة عدد هؤلاء القوم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يبقى يفتح ذلك السد الذي بناه ذو القرنين، يبقى ذو القرنين بنى ذلك السد المانع والحاجز من خروج يأجوج ومأجوج. فإذا جاء ذلك الوعد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا أتى ذلك الوعد خرجوا على الناس وأهلكوا النسل وأهلكوا كذلك الحرث. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، يبقى الإنسان بادروا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال الصالحة، نبادر قبل أن نبادر، نبادر قبل أن نبادر. فقد أوشك الساعة أن تأتي، وأن الساعة قريب كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولها علامات ولا أشرات من أشراتها خروج يأجوج ومأجوج. هذه من أشرات الساعة الكبرى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. واقترب الوعد الحق، هذا ويوم القيامة، وهذا حق من الله تبارك وتعالى، وفيه يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. إن أنذرناكم عذابا قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى اقترب الوعد الحق، يبقى اقترب للناس حسابهم، يبقى كما في بداية الصورة كل ما هو آت فهو قريب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، يعني في غفلة وإعراض عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى وعن الساعة. واقترب الوعد الحق ويوم القيامة، فيه يجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، الأبصار هتكون شاخصة من شدة ما يرون من أهوال،
ومن أيضا جسامة هذه الأحداث التي يمرون عليها في يوم القيامة، حتى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ماذا يقول الكافر؟ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذا كلام من شدة ما يرى من أحداث ومن جسامة هذه الأحداث التي يمر بها الإنسان. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يبقى أبصار الكفار شاخصة لا يرتد لهم طرفهم من شدة هذه الأهوال التي يمرون عليها. يقولون عند ذلك: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قد كنا في غفلة من هذا، كنتيجة لانشغالهم بالدنيا وزهد هؤلاء في الآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من حياتنا غافلون. يبقى على ذلك ما كان يرد على ذهن أبدا أن تقوم الساعة. فترى من يكفر بالساعة أو يكفر بالبعث، وترى من يؤمن بالبعث ولكنه لم ينشغل بهذه القضية، كان انشغاله هو بالدنيا وتحصيل متاع الدنيا، وكان زاهدا في أمر الآخرة. فوضع الكتاب: فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. والإنسان حيبقى هذه الإفاقة يعني في توقيت لا ينفع فيه الندم أو الحسرة أو التأسف. يبقى الحسرة والتأسف والندم يعني ونحن في حال الساعة والعافية، يبقى الإنسان من الممكن أن يصحح عند ذلك المسار. ولكن لما يكون الحسرة والتأسف والندم في توقيت يعني هذا التوقيت لا استئناف بعد ذلك للحياة، توقيت فات فيه الأوان، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة وهم لا يؤمنون. قد كنا في غفلة من هذا، ما كانش طبعا استعد لهذا اليوم، وبالتالي المسلم بيستعد للقاء رب سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هأم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. كان بيستعد هذا اليوم وهذا اللقاء، وكان يعلم أن هذا حق من الله تبارك وتعالى، وأنه لابد أن يبعث من بعد الموت، وأنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى، فأعد العدة لمثل ذلك اليوم. ولكن هذا كان في غفلة، وكان في انشغال من الدنيا، وكان في انشغال في تحصيل متاع الدنيا، ولم يكن له يعني همة إلى الآخر، بل كنا ظالمين. يا ترى الاعتراف ده، هذا الاعتراف يعني لا ينتفي به عند ذلك، لا ينتفع. يبقى فاعترفوا بذنوبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نقول: قضي الأمر، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس الكلام ده بعد فوات الأوان، يعني كان ممكن التوبة تبقى مقبولة من ذلك الإنسان، التأسف والحسرة والندامة تكون مقبولة من هذا الإنسان، لأن إحنا ما زلنا في حال الساعة والعافية. أما إذا قضي الأمر فعلى ذلك هذا التأسف وهذا التألم والندم يعني لا ينتفع به الإنسان، فقد فات الأوان. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يبقى هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، يبقى هذه حصب جهنم. يبقى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. يبقى هذه نار وقودها الناس والحجارة. حتى هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى يبقى تكب أيضا على وجوهها في النار، حتكب على وجوهها في النار، إلا هؤلاء الذين لم يرضوا بعبادة قومهم لهم كعيسى عليه السلام. فعلى ذلك يمثل لهم عيسى، يمثل لهم عيسى فيتبعون ذلك إلى النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يبقى انظروا إلى الحالة، هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، ما مآل هذه الآلهة التي رضيت بعبادة هؤلاء أو التي كانت صماء كأصنام أو أشجار وغير ذلك، أنتم وهم تكبون على وجوهكم في النار، لهم فيها زفير هم فيها لا يسمعون.
وهم فيها لا يسمعون، لا يسمعون إلا تغيظ النار على هؤلاء القوم الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. ثم تأتي الصورة المشرقة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى دي الصورة المشرقة. وأيضا هذا ومنهج القرآن في العرض، دائما صور فيها التقابل، يبقى بين آدي الجنة وآدي النار، آدي حال السعداء وآدي حال الأشقياء، يبقى آدي الكلام عن الدنيا وكلام عن الآخرة، حتى نعقد هذه الموازنة بصورة صحيحة مرئية حتى نكون على بصيرة من أمرنا. يبقى الآيات اتكلمت عن مآل الكافرين وكيف أنهم يكبون على وجوههم في النار، وده حصائد أعمال هؤلاء جزاء وفاقا. في المقابل أيضا صورة مشرقة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، كما مر علينا في صورة مريم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. يبقى هذه الصورة وصورة مرئية حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره، وآدي الطريق وآدي نهاية الطريق. يبقى دايما كده بنجد أن الآيات تذكر العبد بالطريق الذي يسير فيه، وتذكر العبد أيضا بالنهايات. يبقى إحنا النهاية لابد ألا نغفل عنها، وبالتالي هذا الطريق الذي بنقطعه الذي نسلكه، يا ترى نهاية هذا الطريق، يبقى أنا أكون على بصيرة من أمري، أكون على بصيرة من أمري. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، اللي اختار الطريق ده آدي نهاية الطريق. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، اللي اختار هذا الطريق آدي نهاية هذا الطريق. وكذلك أيضا هنا كما بين ربنا سبحانه، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أولئك عنها مبعدون، يبقى مبعدون عن النار، ربنا سبحانه وتعالى ينقذ هؤلاء على الرغم أنهم يمرون مع من يمر على النار، ولكن ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يبقى لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يبقى جزاء بما كانوا يعملون، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى كما بين وكما ذكر ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسمعون حسيسها، يبقى لا يروا شخص النار أساسا يعني، ولا يسمعون يعني ذلك الصوت الصادر منهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يبقى من جميع أنواع المتاع. بالإضافة أيضا لا يحزنهم الفزع الأكبر، يبقى لا يحزنهم، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، كيف يمر يوم القيامة على المؤمنين، يبقى ده فزع أكبر، ومع ذلك هؤلاء آمنون، يعني هؤلاء آمنون بما سبق يعني من أعمال. فالله تعالى لا يجمع العبد أمنين ولا خوفين، يبقى من خاف الرب سبحانه وتعالى في الدنيا أمنه ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، وبالتالي أما الطرف الآخر يبقى إن كان يأمن من عذاب رب سبحانه وتعالى في الدنيا فإنه يصاب بهذا الهلع وهذا الفزع يوم القيامة. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، والملائكة تدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يبقى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وهذا كلام كان يوم القيامة، لكن أيضا لا نغفل يعني حال المؤمن عند الاحتضار، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. انظر إلى هذه البشرة الطيبة التي يبشر بها المؤمن، لا يبشر بها يوم القيامة، ده قبل خروج الروح من البدن يبشر بهذه البشرة الحسنة قبل أن يفارق الدنيا، يرى نتيجة هذا العمل كنتيجة لما سلف من أعمال. يبقى هذه الطاعات التي كان يدخلها اليوم القيامة يرى نتيجة هذه الأعمال قبل أن يفارق الدنيا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى انظر ده تصوير واضح جدا لحال المؤمن عند الاحتضار لما تأتيه الملائكة لنزع هذه الروح، ونزع روح المؤمن تكون يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة ويسر. قلنا لأنه يبشر يعني يقال يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان وإلى رب غير غضبان. لما الواحد يسمع الكلام ده هو يعني يكون إزاي، انظر إلى شوق بقى خروج الروح من البدن حتى اشتاق لكي تخرج من البدن لتلقى الرب سبحانه وتعالى. لذلك آدي تصويره، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما لهم دول، تتنزع الملائكة، ملائكة بشرهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وتتلقاهم ملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لما كانوا يعدون له العدة كانوا يعملون لمثل ذلك اليوم، فكانت الجائزة. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا حال هذه السماوات والأراضين يوم القيامة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده، كما أن الله تعالى ابتدى الخلق كذلك هذا بهين على رب سبحانه وتعالى أن يعيد الخلق بعد فنائهم، والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وأن علينا النشأة الأخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أوجد العباد وخلق العباد من عدم بقدرته سبحانه وتعالى، أليس ذلك بقادر سبحانه وتعالى على إعادة العباد بعد فنائهم مرة ثانية؟ إن أثبتنا أن الله تعالى هو الذي خلقنا بقدرته فالله تعالى قدير على أن يعيد العباد مرة ثانية بعد فنائهم. يعني البعث ده يعني غير معجز للرب سبحانه وتعالى، فالكل يعترف بقدرة الرب سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد. طب لماذا تنكرون البعث؟ إن أثبتوا ذلك لله سبحانه وتعالى فكان لزاما أن يثبتوا الأخرى، هو الذي يبدأ الخلق، بل كل يقول أن الله تعالى هو الذي بدأ الخلق. طب يا ترى ما يعجز الرب سبحانه وتعالى حتى يعيد الخلق مرة ثانية؟ إن أثبتنا هذه القدرة لله سبحانه وتعالى فربك قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فلذلك كما قال كما بدأنا أول خلق نعيد، والكل بيقر لله سبحانه وتعالى بذلك. طب لماذا تنكرون الثانية؟ لما أنا أعترف أن ربي سبحانه وتعالى الذي أوجدني وخلقني، وأن الله سبحانه وتعالى الذي رزقني، وأن ربي سبحانه وتعالى قوي متين، وأنه قدير سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك لابد من إثبات الثانية، بيلزمني عند ذلك أن نثبت الثانية أي عادة العبادة بعد فنائهم.
وإلا يعني كيف أفرق بين الأمرين؟ نثبت هنا قدرة الرب سبحانه وتعالى، وإن لا أثبت الرب سبحانه وتعالى قدرة، يعني إن أثبتنا ذلك فهذا إقراره، يبقى هذا قال يلزمني عند ذلك أن أقرب الثانية، أن الله تعالى يبعث من يموت، وأن الله تعالى يبعث من في القبور، وأن الله تعالى يبعث العباد بعد فنائهم، فربك قدير. وآيات الكون المشهودة كلها دل على عظمة الرب وعلى قدراته سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، قادر سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يبقى كتب الله عز وجل في هذه الكتب المنزلة أن العاقبة للمتقين، يعني المستقبل للدين، يبقى المستقبل للدين، ربنا سبحانه وتعالى كتب ذلك في هذه الكتب المنزلة من التوراة أو غير التوراة، التوراة والإنجيل والقرآن، كل هذه الكتب المنزلة كلها بيّن فيها ربنا سبحانه وتعالى أنه أن العاقبة للمتقين. لذلك إحنا قرأنا واستمعنا إلى كلام موسى عليه السلام لقومه لما قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، ماذا قال موسى لقومه؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى موسى قال الكلام ده هو عليه السلام، ويبقى ده كلام مستقر في النفوس، وهذه الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى ذكر ذلك الأمر، فهذا قضاء قضاه ربنا سبحانه وتعالى أن تكون العاقبة للمتقين، وأن التمكين لأهل التقوى، وأن فإن يعني تأخر ذلك التمكين يبقى قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، يبقى لما يتأخر التمكين يا ترى إيه الأسباب؟ ابحث عن الأسباب، قل هو من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وعدا علينا، هذا وعد أخذه على ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، أن نكون العاقبة المتقين وأن يكون التمكين لأهل التقوى، ولكن في شروط اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى لكي يحقق لنا ذلك المشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إحنا بس نحقق التوحيد وتجريد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، ونقلع عن المعاصي والموبقات والآثام اللي هي بتحول بيننا وبين التمكين، فعند ذلك يأتي هذا التمكين، يأتي. ما أيسر هذا التمكين، ما أيسر التمكين، ولكن القضية كلها في تحقيقنا للشروط. ما أيسر أن يستجيب الرب سبحانه وتعالى للدعاء، ولكن الدعاء بقى إحنا المشكلة عندنا، يعني الإشكال عندنا، قلوا من عند أنفسكم إيه اللي حال بيننا وبين هذا الأمر؟ ما الذي حال بيننا وبين التمكين، بين الاستخلاف في الأرض؟ يبقى على ذلك في عوائق، في معوقات. فين المعوقات؟ يبقى قلوا من عند أنفسكم، يبقى لابد أن أنا أنظر إلى هذه المعوقات الداخلية الأول. هنجد في تقصير في الطاعات، في جرأة في ارتكاب المعاصي والموبقات، في على ذلك أيضا يعني فساد في الاعتقادات والمفاهيم، يبقى كل ده لابد من تصحيحه، ولابد من تصحيح المسار حتى يمكن لنا. فلذلك ما قال سبحانه ولقد كلمنا في الزبور من بعد الذكر، يبقى هذا الكلام مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا كلام وهذا القضاء قضى به ربنا سبحانه وتعالى وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يبقى الكتابة هذه في اللوح المحفوظ، وكذلك في كل الكتب المنزلة، في كل الكتب المنزلة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى عبادي الصالحون، يبقى إحنا أولا لازم نسعى أن نكون من الصالحين. يبقى إزاي أنا أكون من الصالحين؟ يبقى القضية كده، الصلاح ده لو أنا ممكن أضع تصور للصلاح، بس مش ممكن يكون هذا التصور ليس بتصور صحيح. إيه هو الصلاح؟ إزاي أصل إليه؟ فالبعض يظن كده إن أنا لما أتمم هذه العبادات وأستزيد من العبادات فتراه قائما بالليل صائما بالنهار، ترى لسانه لا يفتر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، عند ذلك هذا رجل صالح، هذا رجل صالح. وممكن أساسا في الواجبات هو مقصر في الواجبات،
مقصر الواجبات، كل ما في المسألة أنه أتم هذه العبادات وأخرج هذه العبادات في أفضل صورة، لكن هناك أساس الواجبات على الإنسان لم يقم بهذه الواجبات، يبقى عابد لله سبحانه وتعالى ولكن لم يتمعر وجهه، لما بتنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى لم يقم بذلك الواجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لذلك ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى بيّن الطريق إلى الصلاح، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى هذه أهل الصلاح، يبقى بيطبق ويفعل ما يتعلم من كتاب رب سبحانه وتعالى، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هنا كذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أولئك من الصالحين، هذه أهل الصلاح. يبقى ذكر كده عبادة هذا الإنسان وقيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى متهجدا تاليا لكتاب رب سبحانه وتعالى، وبيذكر أيضا صحة الإيمان عنده بالله واليوم الآخر، بيذكر أيضا قيامه بهذا الواجب الذي أنيط بالإنسان في الأمر معروف والنهي عن المنكر، وبصفة عامة يسارعون في الخيرات، صفة عامة يسارعون في الخيرات، بيفعل كل طاعة يبقى ندب إليها ربنا سبحانه وتعالى. وإحنا بنقرأ كذلك أهو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، اللي حققوا دولت أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم، أولئك سيرحمهم الله. يبقى هم أخذوا بكل سبب من هذه الأسباب لكي ينالوا هذه الرحمة من ربهم سبحانه وتعالى، إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذه الطريق للإحسان، هذه الطريق. يبقى تفعيل يعني هذا الدين في واقع حياته، تفعيله مش تفعيله بإقامة الشعائر التعبدية فقط، يبقى ممكن إحنا بنراه هذا رجل صالح بنغمة هذا الإنسان، لماذا؟ لأنه نراه دوما يعني عنده ورد بالليل، قائم بالليل، صائم بالنهار، كثيرا ما يستغفر رب سبحانه وتعالى، كثيرا ما نراه ذاكرا لله سبحانه وتعالى، قارئا للقرآن، ولكن إحنا دي جزئية، هذه جزئية. يبقى باقي معالم الدين فين؟ يبقى فين باقي معالم الدين؟ فهو هذا المعلم قام به على خير وجه، لكن باقي المعالم زي ما احنا قلنا هذه انسان اهو هنراه بهذه الصوره، لكن ممكن تراه يطفف في الميزان، تراه غشاش، تراه كذاب، اي صوره من هذه الصور، فهو فرق ما بين الامور، يعني فرق كان المعاملات دي يعني هذه تنزع ليست من الدين، اللي من الدين فقط هي شعائر التعبديه، الشعائر التعبديه دي هذه عباده، لكن فين باقي بقى معالم الدين؟ فين باقي معالم الدين؟ خاصة هذه المسألة ما أوجب الله عز وجل علينا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يبقى ده السبيل الصلاح حتى يمكن لنا، لذلك كما قال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يبقى والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى اللي حيمكن له يبقى ايه احواله، ايه سلوكيات تصرفاته افعاله، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه. ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين. يبقى هذا القران الذي انزله ربنا سبحانه وتعالى هو سبيل الانسان للنجاه، هو سبيل الانسان للنجاه، ولن يفعل هذا القرآن إلا المؤمن، لن يفعل هذا القرآن في حياته إلا المؤمن. هي دي اللغة اللي احنا بنقرأ بها القرآن، وهي دي اللغة اللي احنا بنفعل من خلالها القرآن، وإلا هنجد النص معلوم، لكن منا من يفعل ومنا من لم يفعل. يا ترى لماذا كان التفعيل من فلان ولم يكن التفعيل من فلان، على الرغم أن الأول والثاني يعلم هذا الحكم، يعلم هذا النص. يبقى ده نصه، احنا ذكرنا ان الله تبارك وتعالى قال كذا او قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، احنا هنقسم الى فريقين، فريق حينفذ ويفعل وفريق لا يفعل. طب هو اساسا غابت عنه الروايه؟ لا، لم تغب عنه الروايه، روايه معلومه ومن الممكن ان يردد هذه الروايه، ولكن لماذا لم يفعل؟
يبقى ما عندوش المحرك لهذا التفعيل، والمحرك دائما للتفعيل هو الإيمان. لذلك احنا الاهتمام البالغ بغرس معاني الإيمان في القلب، لأنها لو غرست بصورة صحيحة وتم ترسيخ قواعد الإيمان في القلب حنجد أثر هذا الترسيخ وهذا الغرس، حنراه في تحرك الإنسان الإيجابي الفوري لامتثال وتفعيل ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يبقى ده عبد لله يحقق هذه العبودية. مقتضى هذه العبودية أنك أنت تفعل ما تقرأ وما تتعلم من كتاب ربك سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هو الرحمة المهداة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الطريق إلى الجنة الطريق المستقيم إحنا لا نعرف كيف نسلك هذا الطريق إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي، فهو حيرشدنا أدي الطريق المستقيم. وبالتالي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل جعل لنا القدوة والأسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نسلك مسلكه وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة العالمين. ودي بيان أيضا لعالمية هذه الرسالة، عموم الرسالة إلى جميع الخلق، عالمية الرسالة، إن هي دي مش مختصة بطائفة دون باقي الطوائف أو لقوم دون باقي الأقوام، لا، هذه للناس كافة. يبقى كما مرت علينا الآيات، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يبقى عموم هذه الرسالة، عالمية الرسالة، مش رسالة خاصة لقوم. كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، إلى جميع الخلق، إلى جميع الخلق، لم يختص بالعرب فقط، ولم يختص بقوم أو بأمة دون باقي الأمم، ولكن أرسله ربنا سبحانه وتعالى لجميع الخلق. فلذلك قال الله تعالى عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. يبقى هذا الوحي الذي أنزل ربنا سبحانه وتعالى عن رسوله هو في دعوة الخلق إلى توحيد الله عز وجل، وبيان أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، هو المتفرد بذلك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. حتنقادوا تستسلموا لربكم سبحانه وتعالى ولشرعه، ولا حيكون التولي والإعراض. لذلك قال: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يبقى هو أجلهم بالنظارة، وأنا وأنتم نتساوى في ذلك الأمر، يعني وأنا وأنتم نتساوى في ذلك الأمر، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. متى الساعة؟ لا يعلم متى الساعة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت أدي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مهمة النبي هو تخويف الناس من عقاب ربهم سبحانه وتعالى، وتحذير الناس من المخالفة، ودعوة الناس إلى السير على الصراط المستقيم بلا انحراف. فإن تولوا يبقى لم ينقادوا، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا يبقى ما بين أمرين، إما أن احنا هنستسلم وننقاد ونسلك هذا الطريق مستقيم، وإما أن يكون التولي والإعراض كما بينا في سورة طه: فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
طب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى إحنا يأتينا الهدى. إحنا هنقسم إلى فريقين، فريق هيستجيب وفريق لا يستجيب. ويبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طب اللي استجاب ده ما قالوا إيه، والذي لم يستجب ما قالوا إيه. للذين استجابوا ربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما هم جهنم وبئس المهاد. الكلام واضح والطريق واضح تماما، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك في مواضع كثيرة حتى يعني يكون الإنسان على بصيرة من أمره، حتى يكون على بصيرة من أمره. يعني هذه الأمر واضح واضح. يبقى إيه المطلوب؟ أن نستجيب. فإما يتناكم منه هدى فمن تبع هداي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا أشق. اللي هيتبع الهدى ده يبقى لا يضل ولا أشق، مش هينحرف، وكذلك هيستجلب لنفسه السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. مين بقى اللي هيستفيد؟ يبقى القرآن ده أنزل الله عز وجل لسعادة البشرية وليس لتعاسة البشر. لكن لو أعرض عن ذكر ربنا سبحانه وتعالى فهو يسير في طريق التعاسة. أما من يعني قبل ذلك الحق وفعل ذلك في حياته فهو بيسير في طريق السعداء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى ما فيش انحراف ولا شقاء، لا شقاء أبدا مع التفعيل والتطبيق لكلام الله عز وجل، بل هي السعادة. ومن أعرض عن ذكري يبقى استمع إلى الآيات ولكن كان منه التولي والإعراض كأن لم يسمع هذه الآيات. فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، تعيس جدا في الدنيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد القميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى في تعاسة. أنت تظن أن الرجل اللي عنده مال ده سعيد؟ لا، لو كان هو أساسا رجل مؤمن. السعادة كلها لا تستجلب إلا عن طريق الإيمان، لا تستجلب عن طريق المال، دي بتستجلب عن طريق الإيمان، تستجلب عن طريق الإيمان. والأخر بقى وسائل كلها. المال ده وسيلة، يبقى بنستزيد من خلاله في طاعة الله سبحانه وتعالى بالتصدق وغير ذلك من الأعمال الصالحة. لكن أصلا كيف نستجلب السعادة؟ عن طريق الإيمان، عن طريق الإيمان. لأن الإنسان يعني مؤمن لكنه فقير، هل يا ترى ده في تعاسة؟ لا، هذا في سعادة، في سعادة. يبقى الغنى والفقر ده ابعدوا عن المسألة. لكن السعادة فين؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. السعادة في ترسيخ قواعد الإيمان في القلب. يبقى قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه طريق السعادة. يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى طريق السعادة يبقى في الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى أنت سعادة في الدنيا، وأن المؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يعني العذاب ده لو نزل هينزل إمتى؟ يبقى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يبقى كل ما هو آت فهو قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. فالمؤمن بيعد العدة لمثل ذلك اليوم ويعلم أنه بين لحظة أخرى من الممكن أن يفارق الحياة. لا ينظر إلى صحته أو إلى شبابه، ولكن يعني بينظر أن كل لحظة في حياته صالحة أن يأتيه فيها ملك الموت لقبض ونزع هذه الروح. فعلى ذلك هو بيعد العدة في كل لحظة من اللحظات. إن أتاني ملك الموت الآن يبقى لا يأتيك إلا وأنت على خير. يعني لا يأتينا إلا وأنت أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيه المطلوب؟ إمتى حيأتي الموت؟ لا أدري، يعني لا أدري متى يأتيني الموت، يعني متى يأتيني. يبقى من اللحظة دي أو كل لحظة بينتظر الإنسان فيها الموت، فده بيدفعني إلى مزيد من العمل.
يبقى عندي حافز كده للاستمرار والاستدامة على العمل، وكل ده طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونة الرب سبحانه وتعالى. لكن الإنسان فات عليه أوقات كثيرة جدا هو في طاعة، طب اللحظة دي ممكن يشغلها بمعصية، هو يخشى أن اللحظة دي والتي يأتيها فيها يأتيه فيه ملك الموت، فإيه العمل؟ فعلى ذلك يبقى لا يحدث نفسه بالمعصية، يبقى لا يحدث نفسه بالمعصية. لماذا؟ قلنا مخافة أنه يأتيه الموت هو على تلك الحالة وعلى تلك الحالة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهو يخشى على نفسه من الزلل، يخشى على نفسه من الانحراف. فإن تولوا فقول أذنتكم على سواء، أدري أقريب بعيد مات وعدوا، لا أدري. هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، لا أعلم يعني ماذا أكسب غدا، سواء بقى في الأحوال المالية الدنيوية أو الأخروية، إيه الحسنات اللي هيفعلوها، أو ما هي السيئات اللي هيفعلها، كل ذلك في علم الغيب، لكن رب سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك، مسطور في اللوح المحفوظ. وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فالله تعالى لا يخفى عليه خفية، يعني ربك سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خفية، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى سواء إحنا استسررنا بالقول جهرنا بالقول، حتى هذه الخواطر التي ترد على قلب العبد ربنا سبحانه وتعالى يعلمه، وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، والله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. يبقى اللي احنا أساسا القول جهرنا به كده، استسررنا به، حتى حديث النفس يعلم رب سبحانه وتعالى، حتى الخواطر يعلمها رب سبحانه وتعالى، حتى الخواطر قبل أن تكون خاطرا على قلبي أو ترد على قلبي يعلمها رب سبحانه وتعالى. فأنا لا أغيب عن رب سبحانه وتعالى، الله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، يعني يعلم ما يخرج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومعكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يبقى لا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى، يعلم السر وأخفى ما كان أخفى من ذلك السر، وهي الخواطر يعلمها قبل أن تكون قاطرا ترد على قلبي. يبقى أستحضر هذا المشهد وأستصحب ذلك المشهد، ده بيخلي الإنسان يبقى ضابط لكلامه، لا يتفوه بكلمة إلا بعدما يزن هذه الكلمة، أترى هذه من رضوان الله عز وجل أم لم تكن من رضواني، إن كانت من رضوان الله عز وجل أمضيناها، إن لم تكن يبقى أمسكناها وكتمنا هذه الكلمات. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، لعل تأخير العذاب عن هؤلاء لما بيستعجلون، لعله يعني فتنة ومتاع إلى حين، يعني يتمتعون في الدنيا لأجل ثم تأتيهم القاسمة، كما فعل الله عز وجل بالأمم السابقة التي كفرت بربها سبحانه وتعالى وردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، أمهلها ربنا سبحانه وتعالى ثم أخذها أخذ عزيز مختار، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الظالم، إن أخذه أليم شديد، إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، قال رب احكم بالحق بيننا وبين القوم الكافرين، فاستجاب الله عز وجل هذا الدعاء وحكم بينهم في الدنيا قبل الآخرة بأن الله تعالى عاقب هذه الأمم المكذبة، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. يبقى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وأيضا رؤية الطريق ووضوح الرؤية، وكذلك أيضا السير في طريق الله عز وجل المستقيم بلا انحراف، وأن نأخذ العبرة والعظة من أحوال الأمم السابقة، وكما رأينا في الصورة كيف أن الله تعالى استجاب لدعاء الأنبياء. فالدعاء هو العبادة، الدعاء والعبادة، والدعاء هو عبادة الأولياء والأتقياء والأقوياء، ليس بعبادة الضعفاء كما بيظن البعض.
ولكن دي محتاجة إلى إيمان. وليس معنى يعني الدعاء أن الإنسان يغفل عن الأخذ بالسنن أو الأخذ بالأسباب، لكن يعني بنأخذ بالأسباب ونتعبد الله عز وجل بذلك، لكن القلب لا يركن إلى أي سبب الأسباب ولا يلتفت إلى أي سبب الأسباب. القلب لابد أن يكون مقبلا بكليته على رب سبحانه وتعالى، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله هي ثمرة الإيمان كما بينا قبل ذلك. لكن أنا بأخذ بالأسباب تعبدا لو أعد له ما استطعتم من قوم ربات الخير، يبقى لما إحنا بننفذ ونفعل النص ده يبقى ده تعبدا لله عز وجل، وعدم ركون القلب إلى ذلك، يعني عدم ركون القلب إلى ذلك ولا التفات القلب أي سبب من هذه الأسباب. ولكن عبودية القلب في توجه القلب كلياته، إقبال القلب كلياته على الرب المعبود سبحانه وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان وعلى تصفون. وهذه آخر الآيات التي ختمت بها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي سورة الأنبياء. وننتقل بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى للكلام عن جانب من هذه الدروس المستفادة من خلال هذه الصورة، ونرجع الكلام عن هذه الدروس بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.